الترويج إلى الإلحاد وضرب الهوية الجزائرية هو مختصر حديث وزيرا الشؤون الدينية والثقافة خلال مشاركتهما في ملتقى زاوية عين قلال، والذي تطرق إلى دور الزوايا الرحمانية في الإصلاح الاجتماعي والثقافي، حيث أكد وزير الشؤون الدينية بالمناسبة بأن هناك مخططات قائمة لإضعاف المجتمع الجزائري وزرع الشك والريبة في الدين والوطن. ذات المصادر تصدر إلى أبنائنا الشك والريبة والتطير. ذات المصادر تصدر إلى أبنائنا الشك في التدين والدعوة إلى أديان أخرى، والنتيجة هو إضعاف المجتمع، وإضعاف المجتمع هو تمكين للإستعمار الحديث. لا غرابة أن يكون نفس المصدر هو الذي يروج للإلحاد. وزير الثقافة عز الدين ميهوبي بدوره تحدث عن المخططات الاستعمارية والتي سعت إلى تدمير الهوية الوطنية ومسخ الشخصية الجزائرية، مشيرا بأن الزوايا عبر الوطن لعبت دورا كبيرا في تحسين هذه الهوية وإضعاف هذه المخططات. ننظر اليوم إلى أن الدور الذي تقوم به الزوايا هو دور قوي جدا في مواجهة التطرف، في مواجهة التعصب والانفلات الفكري. الوطن ما كان له أن يظل منسجما وواقفا في وجه الآلة الاستعمارية التي سعت إلى مسخ وتشويه الشخصية الجزائرية وضرب الهوية الوطنية وتدمير المجتمع الجزائري من الداخل لولا العمل الكبير الذي قامت به هذه الزوايا. ملتقى زاوية عين قلال بولاية الجلفة عرف مشاركة العديد من الزوايا والشيوخ والأئمة عبر الوطن في رسالة مفادها بأن الدين واحد والوطن واحد. طبعا الرسالة التي أردناها أن تكون موجهة أنه في الجزائر مرجعيتنا الدينية سواء إباضية أو مالكية، فنحن لحمة واحدة وأردناها أن تكون هنا لحمة واحدة. بالمسألة أنه إذا قلت للشرق والغرب فنحن أهل طريق واحدة وهي طريق الرحمانية، وكذلك كل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. تجدر الإشارة بأن توصيات الملتقى أكدت على ضرورة التعاون بين الزوايا وبين المخابر العلمية والأكاديمية من أجل تسليط الضوء على عمل الزوايا في المحافظة على الهوية الوطنية.